ودلوقتي تعالوا نهدى بقى شوية كده ونهدي الإيقاع وأسيبكم مع احتفال محرك البحث الشهير جوجل بمرور 93 سنة على ميلاد الفنانة الراحلة سامية جمال. نتقابل بعد قليل، خليكم معانا، اوعوا تروحوا في أي حتة. رغم رحيلها منذ 23 عام، إلا أن جوجل أشهر محرك بحث في العالم احتفل بذكرى ميلادها 93، ولما لا؟ وهي فراشة السينما المصرية التي ترقص بخفة وتمثل بدلال وتشع بهجة دائما. إنها سامية جمال. زينب خليل إبراهيم، طفلة من بني سويف، عانت في طفولتها من قسوة زوجة الأب حتى رحل والدها، فانتقلت إلى القاهرة لتنضم إلى فرقة بديعة مصابني وتبدأ رحلتها الفنية باسمها الجديد سامية جمال. راقصة موهوبة تمزج بين الرقص الشرقي والغربي وتعبر بوجهها باحتراف، صفات جعلت السينما تفتح ذراعيها لسامية جمال لتتألق عبر شاشتها سريعا من خلال الدويتو الذي جمعها بالممثل والمطرب فريد الأطرش. إلى جانب عشرات الأفلام ومئات الاستعراضات المصرية، قدمت سامية جمال رقصة في الفيلم الأمريكي Valley of the King، كما قامت ببطولة الفيلم الفرنسي علي بابا والأربعين حرامي. وعلى قدر البهجة والسعادة التي كانت تشع بها سامية جمال عبر الشاشة، كانت تعيسة في حياتها الشخصية، فقد تزوجت سامية جمال مرتين، الأولى من عبد الله كينج الشاب الأمريكي الذي كانت حياته معها سلسلة من المشاكل، أما الثانية فهي من جان السينما المصرية رشدي أباظة الذي أحبته سامية جمال وكانت تغار عليه بجنون وانكسر قلبها عندما انفصلت عنه. المرة دي سحرك وجاذبيتك مش هيأثروا علي، كل شيء له آخر. كلمة قلتيها حكمة، كل شيء ولو آخر. أنا عايش معاكي في سجن يا سمرة. أنا مستعدة أسد وداني، أغمض عيني عن أي حاجة تعملها، بس بعد ما لم يأخوها يروحوا لحالهم ويسيبونا في حالنا، كفاية اللي عملته عشانهم. سامية جمال وبينما كانت في أوج نجوميتها اعتزلت الرقص والتمثيل في أوائل السبعينات، ثم عادت للرقص في الثمانينات لفترة قصيرة جدا، اعتزلت بعدها الأضواء تماما وعاشت في هدوء حتى رحلت في ديسمبر 1994، تاركة لنا زخما فنيا وبهجة دائمة تجعل سامية جمال قريبة من القلب والروح حتى بعد الرحيل. مالك يا ليلى؟ أبدا. أنت زعلت من حاجة؟ وأنت عملت حاجة تزعل؟ أنت اتغيرتي فجأة وسبتيني وأمتي. مالك؟ مفيش حاجة.